شفيق. نعم. اعمل حسابك عندنا فرح مهم يوم الخميس، فرح من بتوع رجال الدولة الكبار. يعني عطلة بغرامة، وهدفع فلوس الفرقة ولا انت اللي هتدفعيها؟ ايه جرى ايه؟ مش برضه اسمنا بحرس وساينو سي عبد الحميد برأفت؟ لا، المرة دي واحد اكبر من سعبده بكتير. يلا. ده شغلها ولازم تدي الشغل حق. رايك كده يا كابتن الوزير؟ طبعا. ايه رايكم يا جماعه نهزمها على ترابيزتنا شويه؟ ليه؟ انت ناوي على ايه يا فوزير هاني؟ ده فرح بس، خلينا ننبسط شويه. لا لا.